جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من حلقة جديدة من حلقات عصريات أندلسية في رمضان. حياكم الله. عندما سلم أبو عبد الله الصغير مفاتيح غرناطة بعد توقيع الاتفاقية بينه وبين القشتاليين، خرج أبو عبد الله الصغير مع قافلته أو جماعته من غرناطة متوجها للبحر عشان يخرج من الأندلس إلى بلاد المغرب موطنه الجديد. ما لكم في الطويلة يا جماعة الخير، أبو عبد الله مر من هالمنطقة ووقف هنا حزين ضايق صدره. هذه المنطقة بالإسباني يسمونها عبرة العربي، فوقف هنا حزين يناظر ملكه وملك أجداده اللي ضاع، قصر الحمراء وغيرها من الأملاك اللي كانت له، هذه كلها كانت أرضه وطرد منها. فكان هو آخر حلقة من حلقات المسلمين ومن خلال 8 قرون. صعب جدا انك تقف وتشوف ملكك الضايع وانت طالع من بلدك. لكن المؤرخين الاسبان وعلى رأسهم احد الرهبان الحاقدين على الاسلام والمسلمين ادعوا ان ابو عبد الله الصغير وقف هنا وبكى وقالت له امه ابك كالنساء حكم لم تحفظه كالرجال، وهي مكذوبة لان الراهب اللي نقل القصة ولد اصلا بعد خروج ابو عبد الله 100 سنة، يعني ما لحق على أبو عبد الله، والقصة تنسب إلى الراهب. لكنه مر أبو عبد الله الصغير لحظة خروجه من غرناطة يمشي بين الجبال متوجه إلى المغرب مثل ما قلنا، سمع صوت صراخ يقول أبو عبد الله احزن أيها الملك الساقط. لأن كان أبو عبد الله في أسوأ مراحل الحزن اللي يمكن يمرها أو يمر بها أي شخص على وجه الأرض. فرفع أبو عبد الله والقافلة اللي معه روسه وشافوا فوق الجبل وله شايب عود، هو اللي كان يقول احزن أيها الملك الساقط، اخرج أيها الملك الساقط. وأكمل الشايب قائلا أنت من مد يد العون للنصارى على أخوانه المسلمين في إشبيليا وغيرها من المدن، اخرج أيها الملك الساقط، بك مات ولدي وأنا لي 7 سنين في هالمغارة أستنى هالوقت، هذا الوقت اللي أشوفك فيه خارج مطأطئ رأسك مليئا بالذل والهوان. فرجع الراهب إلى مغارته في الجبل وكمل طريقه أبو عبد الله وركب السفينة وتوجه إلى مدينة فاس في المغرب. هذا كان كل شيء اليوم، اسمحوا لنا على القصور ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم. جمال الوصل بالأندلسي، مضينا نبذل الخير وما سيظل للتاريخ، واسم حافل سيظل فخرا يعتلي الأجيال، سنظل خير الناس في كل الورى، فلنا العقيدة تبعث الآمال، ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا، نحو التألق يمنة وشمالا.